الجبنة هتكون عبارة عن ايه؟ 3 كوبايات دقيق الا معلقتين اتنين، المعلقتين دول هنعوضهم بمعلقتين نشا، تمام؟ يبقى 3 كوبايات دقيق متعدد الاستخدام، هنشيل منهم معلقتين كبار ونحط مكانهم معلقتين كبار من النشا. طيب كوباية سمنة الا معلقتين كبار، يعني هعاير كوباية سمنة واشيل منها معلقتين وخلاص، هيبقى كده المقدار بتاعي تمام. معلقتين زي ما قلنا نشا، بيضة كبيرة، هنحتاج نص كوباية سكر بودر، ومعلقة صغيرة من البيكنج بودر، ومعلقة صغيرة من الفانيليا السايلة، وذرة ملح. دي كده مقادير البسكوت بتاعنا. الحشوة بقى هتكون ايه؟ زي ما قلنا الحشوة حشوة التمر، عايزين نص كيلو عجوة مفرومة، وهنحتاج لها 3 معالق كبار من الزبدة علشان نبتدي نعجنها ونطريها بيها. دي كده مقادير بسكوت التمر، زي ما انتم شايفين ما شاء الله مقادير كده ما فيهاش حاجة غريبة. كل حاجة ان شاء الله متوفرة في البيت، وكلنا بنبقى محتاجين نعمل بسكوت او حاجة كده تبقى عندنا، محتاجين نقعد كده نشرب حاجة وناكل جنبيها بسكوتة، حد جالنا على غفلة وما عندناش حاجة نقدمها، ما فيش احلى من كده، فالدنيا هتبقى لطيفة جدا. فبينا يلا نشتغل على طول. هبتدي بقى اجيب طبق كده غويط علشان نعجن فيه. بسم الله. وعندنا السمنة، وعندنا السكر، وعندنا المضرب الكهرباء، ولو مفيش مضرب كهرباء مفيش مشكلة، هنعجن بالمضرب العادي وهيطلع زي الفل. تعالوا بينا يلا. بسم الله. ادي السمنة، والسمنة بدرجة حرارة التلاجة، تمام. عندي كمان السكر البودر المنخول، دايما نعتاد كده ان احنا السكر البودر ننخله كويس قوي، لانه بيبقى احيانا مرطب وفيه تكتلات، علشان يبقى العجينة كلها مظبوطة وعشرة على عشرة. بينا بقى هنضرب دول مع بعض. بسم الله على اول سرعة كده. بصوا معايا كده لون الكريمة او لون السمنة مع السكر بودر فتح، بقى عامل زي الكريمة بالظبط زي ما انتم شايفين كده. بينا بقى عندنا بيضة وعندنا فانيليا. بينا بقى حطينا البيضة، حطينا معاها الفانيليا، وتعالوا بينا نضربهم، واحط كمان ذرة الملح بالمرة عشان تتجانس كده وتختلط. ودايما الملح في الحلويات يكون ناعم جدا، اوعي تحطي ملح خشن لانه ما بيدوبش، وبالتالي ممكن وانت بتاكلي كده بسكوتة تلاقي حاجة حدقة تحت سنانك، فبقى الدنيا صعبة شوية، فالملح يكون ناعم جدا وذرة على طرف المعلقة. يلا خلاص دور المضرب انتهى معانا. هنعمل ايه دلوقتي؟ خلاص حطينا السمنة مع السكر، ضربناهم كويس جدا، بعد كده حطينا البيضة مع الفانيليا وذرة الملح، كله اتضرب مع بعضه والبيضة تلاشت تماما وكله بقى متجانس بالشكل ده. فاضل معانا ايه في المقادير؟ عندي 3 كوبايات الا معلقتين دقيق، المعلقتين دول زي ما قلنا عوضناهم بالنشا. كمان عندي معلقة صغيرة من البيكنج باودر، نحطها كمان، وبكده يكون كل المكونات الجافة عندنا جاهزة. بينا نبتدي نقلبهم مع بعض علشان ابتدي اخلط المكونات الجافة على المكونات السايلة علشان تبقى عندنا عجينة البسكوت، ولا اسهل من كده في ثواني. يلا. وصدقيني بقى نتيجة مرضية جدا جدا، هتعملي شوية بسكوت هتحلفي بيهم وبجمالهم وبطعمتهم.
وزي ما انتم شايفين كده مقدار صغنن علشان لو حد حابب يعمل. على فكره الوصفه دي هتبقى حلوه قوي في العيد، يعني برضو في العيد من الحاجات اللي احنا ما بنعملش فيها حلويات زي العيد الصغير، بس ان شاء الله كل سنه وانتم طيبين. يفضل ان احنا نعمل بسكوتات كده تبقى في علبه عندنا، علشان برضو لو ضيف جالنا ولا حاجه يبقى عندنا حاجه تتقدم كده مع الشاي. حطيت الدقيق، حطيت النشا، حطيت البيكنج باودر، قلبتهم مع بعض كويس، نزلتهم على خليط السمنه والسكر، وبينا بقى بالراحه. البسكوت ما بيتعجنش. امال انا بعمل ايه؟ انا بدخل المقادير في بعضها مش اكتر عشان تبقى عجينه متجانسه سهله التشكيل. بخلط مكوناتي مع بعض عشان احصل على عجينه سهله التشكيل. ممكن ندخل بيضة تانية، معلقتين سمنة، علشان واضح ان مقدار السمنة ما كانش مظبوط. انتوا نقصتوها صح؟ نقصتوا معلقتين؟ طيب ممكن ندخلهم لي؟ تمام. حسيت ان العجينة مش مظبوطة، مش مفرولة، ده مش عيب في المقادير، ده عيب في المقادير اللي داخلة لي انا. المقادير مظبوطة يا جماعة اللي مكتوبة عندكم، ف هنعملها نظبطها دلوقتي. تمام. طيب لو عملت معايا كده في البيت، الحل بتاعها ايه؟ هنجيب بيضة ومعلقتين سمنة واضربهم كويس واحطهم على العجينه بحيث ان انا الم بيها المكونات بتاعتي. بس لو انت معايره المقادير صح هتطلع معاكي 10 على 10. يلا يا شباب. طيب على ما تجيلي بقيه مكوناتي هنعمل ايه؟ تعالي نعجن مع بعض العجوه. بسم الله الرحمن الرحيم. والعجوه علشان تطرى وتدينا نتيجه كويسه وما تنشفش اثناء التسويه بتتعجن على البارد، علشان ما احطهاش على النار وبخر المواد الرطبه اللي فيها والسوائل اللي فيها، فبالتالي برضو لما تخش الفرن كمان تنشف اكتر واكتر. علشان كده هنعجنها على البارد، وبفضل احط لها الزبده اكتر من السمنه لان الزبده فيها نسبه لبن فده بيطريها برضو. ويلا بينا نعجنها كويس. طب لو لقيتي العجوه معاكي قاسيه قوي وما بتتعجنش، يعني مش قادره اتحكم فيها ولا ان انا اعرف اعجنها بالشكل ده، بتبقى ساعات بتيجي ناشفه جدا زياده عن اللزوم، حطيها على النار مع ربع كوبايه ميه، تمام، او لبن، وعلى نار هاديه كده لغايه ما تفك خالص. حطي لها الزبده وسيبيها بقى، هتلاقيها ايه طريت وبقت حلوه. طب طريت زياده عن اللزوم، طريت زياده عن اللزوم، هي عشان سخنه بتبقى طريه، مجرد ما هتسيبيها تبرد هتلاقيها تماسكت وبقت زي الفل. تمام. نعجن بقى دي كويس قوي. عايزه اقول لكم ان كتير بيبقى في اختلاف في نوع الدقيق كمان، يعني ممكن يكون نوع الدقيق برضو مختلف، في دقيق كده بيشد المواد الدهنيه كويس جدا وفي دقيق لا، فممكن برضو يبقى بسبب نوع الدقيق، فما فيش مشكله. عشان كده ممكن نعمل ايه علشان نوفر اللي احنا عملناه ده؟ ان انا اخلي الدقيق في ايدي وانزل الدقيق، تمام، واسيب منه حبه واحط على العجينه واعجن. والله حسيت ان انا محتاجه باقي الدقيق احطه، لقيت الدنيا تمام يبقى خلاص، وده هيبقى احسن لنا واظبط. بصوا كده شايفين حتى لون العجوة اتغير خالص، فتح طريت تماما، بقت كده سهلة التشكيل. بينا بقى نخليها على جنب وتعالوا بينا ناخد السمنة على البيضة، دي اتشالت من المقادير يعني، فتعالوا بينا بقى نحطها في بولة كده. انا عايزة اضربهم، ممكن نضربهم هنا.
هضربهم كويس قبل ما ابتدي اضيفهم على العجينه بتاعتي. بسم الله. على فكره اللي حصل ده حاجه كويسه جدا. ليه بقى؟ عشان كتير بيقابلنا الكلام ده في البيت، يا شيف ممكن تظبط المقادير مع حد يطلع 10 على 10، ممكن حد تاني بنوع دقيق تاني ما يظبطش معاه، انا العجينه مفروله ومش عارفه اشكلها ومش عارفه اظبطها. اهو اللي حصل قدامكم على الهوا، فسهل جدا ان احنا نظبط الدنيا. انا كده مش هحطهم كلهم، انا هشوف كده عجينتي اخبارها ايه، اول ما تلم خلاص. هاي بدأت تظبط في ايدينا اهو، ورب ضرات نافعة. كون درس كده علشان برضو ايه حبايبي اللي لسه برضو في المطبخ جداد، اللي ممكن تفاجأ بالعجينة قدامها كده فما تبقاش عارفة يا عيني هي تتصرف فيها ازاي. فكده احنا ظبطنا الدنيا خالص. هايل. بصوا بقى العجينه القوام بتاعها هو ده المطلوب. بصوا بقى العجينه وجمالها. بصوا بقى معايا كده، ادي العجينه اتشكلت وظبطت مننا اهو تمام، والدنيا زي الفل. لو انا في الصيف والدنيا حر قوي والمطبخ حر ممكن العجينه تسيح منك شويه عشان الدهون اللي فيها، فنعمل ايه؟ نحطها في الثلاجه ترتاح 10 دقائق ربع ساعه علشان نقدر نشكلها. اما لو الجو تمام والدنيا زي الفل، احنا هنا عشان في تكييف فالدنيا تمام، فانا هشتغل بيها على طول. يلا بينا. عندنا اكياس ثلاجه مفتوحه يا جماعه؟ فين؟ اه حلو قوي. بصوا ادي المقادير مظبوطه بالملي، جربوا وقولوا لي رايكم فيها ايه. هاخد كيس ثلاجه هدهنه دهنه خفيفه خالص خالص بالزيت تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. يبقى ده كيس ثلاجه عادي جدا هدهنه دهنه بالزيت كده. وعايزه اخد كيس تاني احطه عليه عشان نشيل الزيت الزياده، يبقى انا دهنت الكيسين اللي هيبقوا فوق وتحت العجينه كده خلاص. يبقى معايا كيسين ثلاجه بالشكل ده مدهونين دهنه خفيفه بالزيت. تعالي بينا ناخد جزء بقى من العجينه اللي احنا عجناها. بسم الله الرحمن الرحيم. وابتدي بقى ايه احطها عشان نفرد ونشكل. طيب تعالوا بينا نفرد بقى العجينه بتاعتنا كويس كده ما بين ورقتين او ما بين كيسين ثلاجه وبين نشابه، وهنفرد بسمك حوالي كده ايه يعني 3 4 مللي. يلا بينا. الكيس بيسهل لي جدا جدا الفرد، وبيسهل كمان عمليه شيل البسكوتات بعد ما بنشكلها، ما بيبقاش لازق ولا حاجه. اهم حاجه ان احنا نفرد بسمك متساوي. بعرف منين السمك متساوي ولا لا؟ ايديا بقى، ايديا بتلف كده وتشوف الحته العاليه من الحته اللي نازله تمام ونظبطها. هايل حلو قوي قوي الكلام ده. تمام كده الدنيا ظابطه والدنيا زي الفل. هعمل ايه دلوقتي؟ هساوي العجينه. يلا بينا. بسم الله. بصي بقى الكيس طلعها ملسه كده وناعمه والدنيا زي الفل. وبقطاعه البيتزا واحنا ادي العجينه اللي فردناها، عجينه البسكوت مظبوطه جدا تمام، الفرده بتاعتها تمام. وبساوي الحروف علشان عايزاها بشكل مظبوط بالشكل ده
والزيادات هنرجعها مع بقيه العجينه عشان نفردها مره ثانيه. طيب خلاص كده العجينه بتاعتي ظبطت، هركنها على جنب. هجيب بقى كيس ثاني وابتدي احط عليه العجوه بتاعتنا اللي احنا عجناها بالزبده، نبتدي نحطها ونفردها بقى. وزي ما عملنا هنا وبسمك رفيع برضو هبتدي افرد العجوه. يلا بينا. افردي بقى على قد ما تقدري. العجوه بقت طريه بعد ما عجناها كويس قوي بالزبده، فطريت معانا وبقت سهله خالص ان احنا نتحكم فيها زي ما انتم شايفين كده. ويلا بقى خلاص فردنا التمر او العجوه كويس جدا، هبتدي اشيلها بقى كده. السكيس بيسهل الدنيا علينا خالص، هنشيل بالراحه. بسم الله الرحمن الرحيم. وابتدي احط هنا فوق البسكوت او عجينه البسكوت على نصها كده، تمام. ونبتدي بقى نظبط كده الحتت اللي محتاجه والزياده نشيلها. زي الفل. خلاص سوينا وظبطنا الدنيا، وزي ما قلنا اي زيادات هنشيلها. وتعالي بينا بقى نقلب جزء العجينه على العجوه. بسم الله. ونقفل بقى كويس قوي بالشكل ده. عندنا كده العجينه متساويه تمام التمام زي الفل. هنجيب بقى القطاعه ونحضر صاج. تعالوا بينا ندهن الصاج الاول عشان نرصه على طول. الصاج هندهنه دهنه خفيفه خالص من الزيت. الفرن بتاعنا شغال على 170 علشان نسوي فيه البسكوتات بتاعتنا. يلا بسم الله. ونبتدي نوزعها. هايل. وتعالوا بينا يلا نقطع ونشكل زي ما انت عايزه بقى. ايه رايكم دي كده ناخدها نصين بالشكل ده؟ بسم الله. وبعد كده صوابع، يعني نخلي الصوابع كده عريضه شويه بالشكل ده عشان يبقى في اختلاف ما بينها وما بين القراقيش. عايز اقول لكم البسكوته بتطلع ناعمه وحلوه جدا زي الفل. اهو بسكوت معانا طبقاته هايل. ونرص بقى في الصاج اللي دهناه دهنه خفيفه بالزيت. اظن ولا اسهل من كده. في ثواني زي ما قلت لك نص ساعه بالكتير هتكوني عاملاه وخبزاه كمان. يلا تمام خلاص كده الصاج ده كفايته. تعالوا بينا بقى يلا ندخل على الرف الوسطاني على درجه حراره 170. فين هنا؟ كويس. يلا بينا. عندنا صاج كمان يلا ندخله هو كمان، بس نعدل الرف بتاعنا يبقى في النص بالظبط علشان ناخد تسويه متساويه. بسم الله الرحمن الرحيم. ونجيب الصاج اللي احنا عاملينه ونحطه برضو على الرف الوسطاني. البسكوت هيقعد في الفرن قد ايه؟ هيقعد حوالي 10 12 ربع ساعه بالكتير. المهم يلون معانا وياخد معانا اللون الذهبي. عندي حته عجينه فردها كملها بالمره. يلا تعالوا بينا بقى هنعمل ايه. هنشيل دي خالص خالص تمام، ونتني اللي عندنا نطبق دي كده. يلا بسم الله. ولا اي حاجه، اتصلي بينا كل يوم يا ندى ولا يهمك، احلى بسكوته هتطلع على وشك.
فردناها طبقناها والدنيا تمام. يلا بينا نقطعها بقى ونسوي كده الحروف لو في حاجه مش مستويه عشان ما تبقاش العجوه طالعه بره، والعجوه لما بتطلع بره العجين بتبقى بتنشف في الفرن يعني اسرع، تمام؟ فنحافظ كده ان احنا نخليها جوه العجينه. عايز اقول لكم البسكوته دي بتطلع ناعمه وجميله جدا جدا. يلا حلو قوي كده. نجيب بقى الصاج ده ممكن نكمله زي الفل. نحط هنا هيل، ممكن نزق ده كده شويه نحط هنا كمان، وهنكتفي بقى بكده. الدنيا خلاص زي الفل معانا. اول ما صاج يخرج من الفرن هدخل ده، وطبعا بنكمل بقى بقيه العجين بنفس الطريقه. عايزه اقول لكم ان المقدار الثلاث كوبايات ده بيطلع معانا ما شاء الله صاجين بالشكل ده، تمام؟ نغطي بس ده ونشيله بقى كده على جنب، نبقى نكمل الكلام ده في الفاصل. ادي بسكوت التمر السهل اللذيذ والسريع كمان، ما بياخدش وقت لا في عجنه ولا في تسويته ولا في تشكيله، كمان تشكيله ما فيش اسهل من كده، ولونه جميل جدا. حابين اللون يبقى اغمق من كده شويه مفيش مشكله، بس انا شايفه كده ان هو تحفه ما شاء الله اللهم بارك، واللون من تحت اهو فين مين. ايوه يلا عشان سخنه بس كده تحفه. تعالوا ندخل ده كمان يلا علشان يستوي، ونبص على الصاج التاني ايه الاخبار. ده اللي احنا عملناه مع بعض على الهواء، ولا فرش ولا نفش ولا عمل اي حاجه، وده كمان 10 على 10. هايل، خلصنا خبزنا البسكوت بتاعنا وسخن. انا مش هقدر احط ايدي فيه دلوقتي، والافضل ان انا ما اشيلش البسكوت وهو سخن كده من الصاج، هنسيبه يرتاح خالص براحته ويبرد تمام، علشان زي ما بنقول كده ايه يشرب تاني المواد الدهنيه بتاعته كده ويرتاح، وبعدين ننقله براحتنا، لا منه هيتكسر ولا اي حاجه، وهيطلع معاكي 10 على 10. بصوا تحفه، لذيذ هش مفرغ وناعم وبجد وهمي، لازم تجربوه، سهل جدا جدا.